زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن أن النهاردة 23 سبتمبر وده بيصادف اليوم العالمي، اليوم العالمي اللي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم دولي للغات الإشارة، وده لزيادة الوعي بأهمية لغة الإشارة وكمان ضمان حقوق الإنسان تحديداً لفئة الصم. صحيح يا أحمد، يعني الحقيقة أن مصر في الأونة الأخيرة قطعت شوط كبير جدا في مجال ضمان حقوق الصم وضعاف السمع على جميع المستويات، وبدأنا خطوات جادة لدمج الصم في المجتمع، وكانت البداية أن يكون في لغة للحوار بيننا وبينهم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونرحب في فقرتنا ببشوي عماد المترجم وخبير لغة الإشارة. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال، صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا بشوي. إيه الأخبار؟ يعني عامل حالة أنت على السوشيال ميديا، وأعتقد اليوم ده يومك. والله هي فرصة، واليوم العالمي هو اليوم اللي اتوجد فيه مهنة خلقت تواصل كبير جدا مع المجتمع المصري عن لغة الإشارة كتواصل، وهي دي الاحتفالية والهوية بتاعتنا. طيب بشوي، في البداية عايز أعرف منك، أنت شايف دلوقتي كمجتمع مصري ابتدينا إلى حد ما أن احنا نبص على أهمية لغة الإشارة، وأن احنا نبقى حريصين حتى أن احنا نحاول نتعامل مع ضعاف السمع أو حتى مجتمع الصم، لأي مدى شايف أن احنا ابتدينا نتغير في النقطة دي تحديدا؟ طبعا يعني بعد ما فخامة الرئيس طبعا بقى موجود، الموضوع في دعم لغة الإشارة اختلف جدا لما أطلق عام ذوي الإعاقة. احنا ما كناش ولا كمترجمين كان لينا هوية، ولا كصم كان في هوية بتثبت وجودهم في المجتمع. فطبعا لا، في فرق كبير شاسع. احنا دلوقتي بنتكلم ان جميع الوزارات، جميع المنظمات الأهلية والمجتمعية والخدمية بقى فيها إتاحة كبيرة للغة الإشارة. صحيح. يعني وبمناسبة كده كمان، ده خدنا الموضوع مهم جدا، انا بأمل في الاستمادة فيه، وهو برنامج اسمه حكاية إشارة. برنامج حكاية إشارة برنامج كان حلم بالنسبة لي، اشتغلت عليه من ساعة ما سجلته لحد ما نفذته، لحد ما حاولت ان انا اطلع ماتريال منه جاهز. البرنامج ده بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي مش تعليمية قد ما هي توعوية. على سبيل المثال احنا بنحكي لو انت موظف بنك، او لو انت البرنامج اللي انت انتجته على الهواء حاليا بالظبط، فلو انت مثلا موظف بنك او انت حد متخصص شغلك في البنوك، ودخلك عميل والعميل ده اصم، ازاي هتبتدي ان انت تتعامل معاه، وازاي تقدر توفر له خدماتك عن طريق اهم اشارات في الفيديو اللي انا موجهه لفئه معينه او لموظفين معينين. طبعا ده بياخدنا المهن كتيره مختلفه، منها الدكتور، ومنها المهندس، ومنها الطبيب الاختصاص بتاعه المختلف عن التاني. حاجات كتيره قوي ممكن نتكلم عليها من خلال البرنامج ده، لانه بيهدف للتوعيه والدمج المجتمعي، وده اللي احنا محتاجينه في المجتمع ده. يمكن بشوي وانت بتتكلم تحديدا على ده والاهتمام الكبير اللي أولاه السيد الرئيس لفئه يعني الصم وضعاف السمع، كمان كان في توجيه رئاسي بفكره ان تترجم كل الافتتاحات والمشروعات القوميه الكبرى للغه الاشاره عشان يبقى في دمج ويبقى في مشاركه لكل ابناء دي المجتمع. حقيقة شفت دي ازاي، وايه اللي انت بتتمنى ان هو يكون موجود؟ يعني الحقيقه الموضوع بدا بالظبط من لما السيد الرئيس كان في مؤتمر سوهاج، وكان في مبادره، المبادره دي كانت بتتكلم عن لغه الاشاره. وحقيقي يعني وقتها سيادته اطلق جملة مهمة جدا، والجملة دي بتقول ان ليه ما يكونش فيه مترجم، ولابد كان يتوفر مترجم في الفعاليات اللي زي كده، واي حاجة تخص المجتمع ولغة الاشارة علشان الناس من حقها تفهم ايه اللي بيتم. فمن بعدها ابتدينا نلاقي المؤتمرات موجود فيها حد مختص بلغة الاشارة، ابتدينا نلاقي الحوار الوطني بيترجم بلغة الاشارة، ابتدينا نلاقي صوت الشارع موجود فيه لغة الاشارة. طبعا لو انا نفسي في ايه، فانا نفسي طبعا ان البرنامج، يعني انا حاليا انا كل حاجه انا المتكفل بيها، نفسي ان البرنامج يدخل تحت مظله الجهه تدعمه، علشان مش بشوي اللي محتاج الدعم المادي قد ما بشوي محتاج ان البرنامج يكون مستمد في الشارع وليه وجود. انا مش محتاج اي فلوس خالص، انا محتاج ان البرنامج يكون ليه دعم واستماده في الشارع المصري، لان البرنامج هو الهدف منه التوعيه البشريه.
لو بنتكلم، فانا نفسي ان طبعا في خلال العشر سنين الجايين يكون في اتاحه للغه الاشاره في كل مكان. انا مش محتاج ان استاذ احمد مثلا يكون عنده خلفيه ملمه عن لغه الاشاره، ولكن على الاقل يبقى قادر يقول اسمه جمانه، تبقى قادره تقول هي بتشتغل ايه، عارفه تقول ده بالاشاره. كل واحد فينا لو قدر يعبر عن الصبح جمانه صبحت على المصريين بلغه الاشاره. صباح الخير. استنى غلط غالبا. صباح الخير. الخير مش كده؟ صباح الخير. فطبعا يعني كون ان احنا نكون متواجدين ولينا استمادة من خلال برنامج الناس تقدر تتقبله ويدخل كل المهن، ده اللي انا بطمح فيه حقيقي. وحاليا منتظر ان اكتر من حد ممكن يدخل يدعم الموضوع، بس ده بالنسبة لموضوع البرنامج. يعني احنا طبعا نتمنى ان صوتك يوصل، واحنا كمان نتمنى انه الحقيقه انه لغه الاشاره، انا كنت حتى انا واحمد بنتكلم الصبح في النقطه دي، ان انا من وجهه نظري ان هي يعني لازم تكون في المدارس تدرس زيها زي اي لغه تانية، ونقدر ان احنا فعلا نعرف نتعامل مع بعض، لانه هو مجتمع مش صغير وفئه مش صغيره، زي ما احنا عارفين زي ما بنتعلم لغه انجليزيه فرنسيه عشان نعرف نتواصل مع بعض، لازم كمان نعرف نتواصل مع اخواتنا من ذوي الهمم. في بالظبط مبادره اطلقناها تبع وزاره التربيه والتعليم كانت اسمها اتكلم اشاره. الحقيقي كانت ردود الناس على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مبهره جدا بخصوص البانر اللي اسمه اتكلم اشاره. البانر ده مكون من 24 كلمه، الطبع في رول كبير بلغة الإشارة، اتعلق على جميع مدارس مصر مش مدارس الصم، علشان يوفر إتاحة وتأسيس للأطفال من صغرهم إن هم يكونوا على وعي وقدرة تامة إن في جنبهم وحواليهم ناس ممكن يكونوا بيتكلموا بلغة الإشارة، ما يستغربوش من ده. طبعا. بس يمكن جمانة بتتكلم بفكرة التحول من مجرد مبادرة لمادة بتدرس. دي حقيقة، دي حقيقة إن شاء الله. يعني في دراسة لده والوزير أعلن عن ده، دكتور رضا حجازي طبعا وزير التربية والتعليم، فإحنا كلنا بنأمل في ده. إحنا كلنا بنتكلم إن إحنا نفسنا إحنا ممكن ما نكونش متأخرين، في دول كتيرة بدأ الموضوع وفي دول كتيرة قوي نفذت حاجات كتيرة قوي، بس إحنا خدنا شوط كبير قوي في خلال 3-4 سنين اللي فاتوا. صحيح. عن هوية لغة الإشارة. فيعني حتى من أبرز حتى المشاكل اللي ممكن نتكلم عنها موضوع مهم جدا، وهو التوعية القانونية للأشخاص الصم وضعاف السمع في المجتمع المصري. يعني أنا كان في موقف حصل معايا من حوالي مثلا شهر ونص، لقيت حد أصم محتجز بسبب أنه هو ارتكب موقف هو ما يعرفش أنه هو ممكن يدينه قانونيا. فلما ابتدينا أن احنا نحاول نفهم الموضوع يمشي إزاي وأن احنا نترجم، عرفنا أن الشخص الأصم ما كانش يعرف أنه ممكن الحاجة دي تضره. فابتدينا أن احنا نشوف احنا إيه ممكن نقترحه. فساعتها يعني احنا تمنينا، وأنا بتمنى أن وزارة الداخلية الصفحة الرسمية بتاعتها يكون عليها توعية بلغة الإشارة. على سبيل المثال وزارة الداخلية كل يوم مثلا بتنزل من 30-40 مثلا بوست، البوست ده مثلا بيكون مكتوب فيه ان مثلا تم القبض على مركبة او تم رصد مركبة بدون لوحات. انا الفيديو ده هو بيتكتب، لو اترجم بلغة الإشارة الشخص الأصم بقى قاعد عارف ان الموقف ده لو هو عمل زيه ده هيدي يعني هيبقى عليه إدانة قانونية. فمنها توعية ومنها الـ 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 الشغل اللي كل الناس ممكن تبقى محتاجاه كنوع من الأمن العام يعني. فأنا نفسي ان ده يتنفذ حقيقي، لأن احنا عندنا حوالي 75% من الأشخاص الصم في المجتمع المصري عندهم أمية ومشكلة في الكتابة والقراءة، وده بسبب ان قبل 2013 ما كانش فيه اهتمام بالتعليم الجيد، فأصبح ان الشخص الأصم كان بيبقى مصيره يا دبلوم صنايع يا دبلوم فني. فبعد كده لا، بقى فيه إتاحة، بقى الشخص الأصم قادر يدخل كلية، بقى قادر ان هو يطلع منه المهندس ويطلع منه الدكتور. فخلاص بقى الموضوع احنا بنتكلم ان ممكن كمان 10 سنين حضرتك تبقى رايح تعمل انترفيو تلاقي ان الشخص اللي موجود بيعمل لك الانترفيو هو شخص اصم. دي نقطه مهمه. يعني عايزه اقول لك على حاجه، انت يعني كنت حتى دلوقتي بتنادي انه يكون في حتى خدمات لو بتكلم على وزاره الداخليه تحديدا موجهه للمجتمع. انا خليني بقى أطمع في الخير أكتر، إنه يكون في كل الهيئات الحكومية أو حتى في كل الوزارات إنه يكون في شخص قادر إن هو يتحدث أو يتعامل مع هذه الفئة، وكل الجهات اللي بتقدم خدمات للمواطنين إنه يكون هذا الشخص موجود أصلاً، يعني وتكون ده عادي، لأنه في ناس هتدخل هتحتاج خدمة مواطن زي أي مواطن. ده حقيقة. فأنا يمكن خليني أكون طماع أكتر شوية، بس بما إنك موجود معنا
انا عايز اوضح نقطه ان يعني في وزارات كتيره وجهات كتيره اتخذت القرار بخطوه ان هم يعلموا الموظفين لغه الاشاره. الموضوع ده ليه ايجابيه وسلبيه. الايجابيه ان فعلا في اتاحه لغه الاشاره للموظف ده. السلبيه ان الشخص الموظف مش بيدخله كل يوم شخص اصم، فبالتالي بالتدريج مع الوقت المتروك بيفقد اللغه او بمجرد اللغه ما بتعملش بيها بينسى. فانا بضم صوتي للجمانه طبعا في ان وجود حد متخصص بيتعامل بشكل يومي او دي المهنه بتاعته هيوفر اتاحه لكتير من الناس. زي ما احنا دلوقتي بنتكلم ان اي مكان ممكن ندخل عليه يكون فيه رامب ويكون فيه اتاحه للاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه، وجود لغه الاشاره مهمه جدا لانها احنا بنتكلم ان الشخص الاصم لو ما قدرناش نديله التوعيه الكافيه، الاتاحه الكافيه، الحق الكافي في ان هو يتعلم وياخد التوعيه القانونيه ويفهم اكتر عن حقوقه وعن حقوق بلده، لو ما عملناش ده ما نرجعش نلوم نقول للشخص الاصم هو ليه ما مش بيتطور. وفرد من صحيح. المجتمع ما ينفعش يكون عايش في مجتمع لوحده او في عالم موازي. بس بما انك بقى معانا بشويه دلوقتي، كنت لسه بتتكلم على البرنامج بتاعك وان انت بتعلم كلمات معينه بلغه الاشاره في كل مجال، انت معانا النهارده، فبالنسبه للاعلام بقى ممكن تعلمنا ايه؟ ممكن نقول اسمائنا. يعني انا عايز اقول حاجه، احنا عندنا في لغه الاشاره لما انا باجي اعرف نفسي في حاجتين مهمين جدا، يا اما بقول اسمي في اول مره لحد ما اعرفوش بالحروف، فبقول له مثلا انا، اعمل معايا يا احمد، انا اسمي الف ح ميم دال، يبقى انا بقول انا اسمي شكل الحروف احمد. انا هنا الاشارات هي كلها شكل الحروف واخده من الشكل طبعا الوصفي، ولكن هي في الاول في اخر لغه اشاره. طيب لو احمد مثلا، خلينا نقول جمانه مثلا، قولي معايا انا اسمي الاسم طويل قوي جيم كده صح؟ اوكي واو ميم الف نون الف. طيب انا دلوقتي قلت اسمي، طب انا دلوقتي لو هبتدي ان انا يعني، ما هو مش كل شويه مثلا محمد صاحبي كل ما هند عليا هيقول لي انت فين يا احمد، احنا كده مش هنجمع جملتين على بعض، موضوع صعب. فايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنبتدي نعلم نفسنا باشارات معينه. على سبيل المثال احمد مثلا، ممكن انا كبشويه ابقى شايف ان هو على طول مثلا تسريحته بشكل معين، فهو مثلا بتبقى اشارته احمد. تمام. جمانه مثلا ليها قصه معينه او حاجه في ملامحها مختلفه. هو الموضوع ممكن يبان للناس ان هو تنمري شويه، لان لو حد مثلا سمين او اي حاجه تبتدي ان هم فين احمد. فلكن احنا في الاول وفي الاخر بنعرف نفسنا كاشاره، بتسهل على الطرف، بنعرف نفسنا كاشاره وبنعرف نفسنا كاسم اول مره لما بنيجي نتعامل مع اي حد. ما تيجوا نعرف ايام الاسبوع بتتقال ازاي بلغه الاشاره؟ ده مهم جدا. يلا نقول سبت حد اوكي حد اتنين الاتنين ده عشان نص الوش ونص الاسبوع. اوكي تمام. تلات ده تلت الجسم. تلات كده يعني كدا. بنعملها كده. اوكي ما تضحكش عليا. تلات اربع اربع دي ممكن يعني احنا لما بيجي نعلم المتدربين بنقول ان اربع معروف ان هي ليله حن على طول، وهي تجيبها يعني حن بالاشاره عشان نفكره. فعشان ما ننساش نقول له كده يعني حن. تمام. الاربع. طيب الخميس ده بيبقى اخر الاسبوع، فالواحد جاب روحه في مناخيره فخلاص بقى نخش بقى خلاص خميس خميس. بس دي لغه الاشاره الدوليه؟ لا احنا عندنا في لغه الاشاره 300 في كذا تصنيف للغة الإشارة حسب العادات والثقافات والتقاليد. بالضبط. يعني في حلقة من حلقات برنامج حكاية إشارة لما اتكلمت قلت إن إحنا عندنا أكتر من 300 لغة إشارة في العالم. كل لغة ليها إشارة معينة. على سبيل المثال إحنا عندنا اللغة العربية المصرية، بس عندنا اللهجة العامية. طيب عندنا الوجه القبلي غير الوجه البحري في معظم لكناته أو اللهجات بتاعته. في نفس لغة الإشارة في نفس الموضوع ده، عندنا لغة إشارة مصرية بتختلف عن اي لغه تانية واي دوله تانية، ولكن في منها لهجات ولكنات وهي لغه اشاره مصريه، لكنه في لغه الاشاره. طبعا لان بس عشان زميلنا هشام في الكنترول عاوز يعرف الجمعه. الجمعه ايوه ده مهم جدا. دي صح. احنا ده الخميس جمعه. خلاص بقى الجمعه هنا ليه بقى؟ احنا قلنا روحنا في مناخيرنا الخميس خلاص اخر الاسبوع. الجمعه ده احنا بنقول الجمعه لان صلاه الجمعه بتخرج بتكون بصوت عالي. بصوت عالي. فبنفكر الناس ان كده يعني الجمعه.
يعني انا عندي سبت خميس سبت. بص هو انا هقول لك السبت لحد قصتهم. السبت ده اول يوم في الاسبوع في بدايه الشقه خلاص مكان كده ما فاهم بتحس ان انت خلاص بالظبط. الحد ده عشان معروف ان هو كل اعياد المسيحيين بتبقى يوم الحد فبنقول كده الحد. الاثنين قلنا عشان نص الاسبوع. طب ده في اسبوع العمل ده اسبوع اجازه يعني ده في اسبوع الشغل اللي فيه شقه بالظبط. في اسبوع الاجازه احنا في الصيف والناس فرحانه وبتصيف فمش محتاج ان انت تعرف يعني قول الاشاره على طول. في حاجه مهمه جدا احنا في لغه الاشاره مش شرط ان كل الناس تبقى عارفه عن لغه الاشاره بقدر كافي وقدر كبير منه، ولكن انا لو قابلت شخص اصمم ازاي ابتدي اتعامل معاه انا ممكن اقول له احنا عندنا في لغه الاشاره حاجه اسمها لغه اشاره عاميه ولغه اشاره اكاديميه. الاكاديميه دي اللي هي القاموس الاشاري. طب العاميه دي ايه يا جمانة؟ العاميه دي ان انا مثلا دلوقتي انا واقف فبسالك او حضرتك بتساليني اروح العماره الفلانيه فين، فبقول لك مثلا اخر الشارع يمين شمال هتلاقيها في وشك. دي مش لغه اشاره، دي حاجه وصفيه عاميه. طيب لو الفكره دي بتتقلب الفطره يعني يمشي على طول يدخل يمين في شمال هتلاقيها في وشك. احنا زمان واحنا في الفصل لما كانت المدرسين بتشرح وانه عايزين ندخل الحمام كنا بنعمل ازاي؟ اهو والله بسيطه الموضوع بسيط كبير يعني. في نفس الوقت لو قلت انا عايز اكل اشرب انام اصحى صبح الشمس بتطلع بالليل كل ده عمي، كل دي لغه اشاره عاميه موجوده في حياتنا بالفطره. بس احنا مشكلتنا ان احنا بنيجي قدام الشخص الاصم بنحس ان احنا توترنا وارتبكنا. يعني بلاقي ناس اللي هو ايه انا قابلت شخص اصم وهو عنده مثلا خفايا من الاشاره، قابلت شخص اصم وتوترت ما عرفتش اعمل حاجه. طب يا ابني ما اتكلمتش معاه، طب ما ساعدتوش، طب ما شفتوش محتاج ايه، طب ما فتحتش حوار. الشخص الاصم هو شخص طبيعي جدا، ربنا عوضه بنعم وحواس اقوى مننا بكتيره صحيح. جدا هو متفهم ان انا مش عندي خلفيه عن لغه الاشاره وعايز يساعدني، بس لازم المبادره تبدا مني الاول لان هو شاف ان حقه في سنين كتيره قوي كان مهدر صح، فما كانش فيه تقبل من الناس بالظبط. يعني انا استوقفني موقف كده كنت شايفه بين اتنين. الموقف ده كان حاجه كده فيديو لطيف على السوشيال ميديا، الناس كانت بتتكلم ان واحده دخلت قعدت واحده كانت بتتكلم طبيعي جدا، فدخلت قعدت جنبها واحده صم ففتحت حوار معاها فعرفت ان هي صم، قالت لها يا حرام حرام يعني ربنا يشفيكي. فابتدت البنت اللي جنبها تعمل ايه؟ ابتدت البنت اللي جنبها وهي قاعده تبتدي تفتح الفيديو وتتكلم مع حد وراحت بصلها وراحت مكلمها بالاشاره. فالتانيه اتوترت وقالت لها مش عارفه، قالت لها يا حرام ربنا يشفيكي. انت فاهم الموضوع في ايه؟ النظره بتختلف في حته ان انت ما تقولش عليا ان انا عندي مشكله. انا ممكن الدوله تبقى ادتني تعويض او ادتني خدمه علشان انا عندي مشكله معينه فتوفر لي بيها الاتاحه، ولكن ده مش معناه ان الصم وضعاف السمع هم عندهم اعاقه عقليه خالص. شخص طبيعي جدا طبعا. على فكره بالعكس ده احيانا مش احيانا ده كتير جدا تفكيرهم بيبقى انضج واعقل من ناس طبيعيه جدا حقيقي. وانا عايز اقول لك احنا لما ابتدى يتوفر فيه إتاحة في كل مكان عن لغة الإشارة وإن الصم يتعينوا في أماكن بتخدم المجتمع في الشارع العام. يعني أنا كان في موقف برضو حد بيحكي لي عليه من أصدقائي بيقول لي إن أنا داخل مطعم شهير ما طلبت أوردر فبتكلم مع الموظف ما بيردش عليا، فلقيته مرة بيعمل لي كده فبيقول لي انا لقيته بيعمل لي كده اتعصبت قلت له ايه يا عم ده انت عايز مش فاهم يعني ايه كده، فبيقول لي انا متعصب ومش فاهم. فراح هو راح مشاور لي على لوحه او ورقه مكتوب عليها الاكل بالاشاره، فابتدى يشاور لي وابتدى يوضح لي ان في علامه بتقول ان هذا الفرع مثلا او هذا المطعم مخصص او موظفينه من الصم وضعاف السمع. بالمناسبه اقول لك على حاجه بقى، انا عارف المطعم اللي انت بتتكلم عليه واحلى فرع تاكل منه اللي فيه والله فعلا احلى فرع تاكل منه اللي فيه الناس اللي هي اللي بتتعامل الصم اللي هم الموظفين كلهم صم. دي حقيقه. وكلنا في حياتنا بنقابل مواقف كتيره قوي. موقف تاني برضو حد كان قاعد في قهوه وبيقول لي انا جاي اطلب مشروب، فاللي دخل عليا بقول له انا عايز كذا، فهو بيفهم لغه الشفايف الموظف او الشخص العامل في القهوه ده، فعرف هو عايز ايه فجاب القهوه. فهو الراجل وهو قاعد الناس الصم عشان برضو نبقى فاهمين الصم لما بيقعدوا مش بيقعدوا زينا، انت ممكن تقعد جنبي وانا وانت يبقى اتجاهنا في نظره معينه لكن الشخص الاصم لما بيجوا الاشخاص الصم لما بيجوا يقعدوا بيقعدوا دايره علشان يفهموا بعض ويبقوا كلهم باصين لبعض. اخر حاجه عشان وقتنا انا نفسي في حاجه واحده ان مناشده وصوت من الصم لسياده الرئيس
ان احنا نفسنا ان عام 2024 يكون العام للغه نشر لغه الاشاره، يطلق هذه المبادره. ده صوته وهم مؤمنين على ده بشوي الحقيقه، ونتمنى ان هي بالفعل تعمم في كل مكان، مش هقول لك المدارس ولا الجامعات فقط، ويكون عادي زي ما احنا بنتكلم انه في لغات كتير بنتعامل بيها تكون هي لغه، وزي ما انت بتتكلم هي اتاحه بالزبط. زي ما عندنا فئات كتير جدا هي فئه من الفئات الموجوده، لازم نتعامل ان هي عادي فئه عاديه جدا، تتطلب ان احنا يكون عندنا حتى يعني خلفيه عن لغه الاشاره. بشكرك طبعا شكرا جزيلا بشوي عماد المترجم وخبير لغه الاشاره. شكرا بشكرك يا بشوي. يعني وفي الحقيقه انا مبسوط ان انا كنت موجود معاك النهارده، يعني شاب واعي مثقف وكمان محب للشغل اللي انت بتعمله، فربنا يجازيك خير يا رب ويكرمك. شكرا ليك.